السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. آخر ريفيو هنعمله عن الكتب الخارجية، وهيكون من نصيب الكتاب المشهور اللي اتطلب مننا كتير جدا، كتاب الباهر، سواء كان كونكت أو كونكت بلس. تعالى كده في رحلة للكتاب من أولى لغاية سنة خمسة، كونكت وكونكت بلس. يلا بينا ندخل جوه الكتاب ونتعرف على نسخة 2024. ايه الجديد فيها من كتاب الباهر؟ يلا بينا. مبدئيا قبل ما نبص على المحتوى، كتاب الباهر هو انسب كتاب من حيث السعر، ده رقم واحد. فتعالى بقى نبص على المحتوى، نركن بقى السعر على جنب ونبص على المحتوى. ده كتاب كونكت ون، احنا معانا 10 كتب، فعاوزين نخلي الفيديو سريع كده وخفيف، فهنبص في عجالة على الكتب. كل كتاب جاي ومعاه الملحق بتاعه، طبعا الملحق جاي دوره دلوقتي. تعالى نبص على كتاب كونكت ون. حجم الكتاب واضح ان في شغل، يعني مش حاجة صغيرة او كده، لا في شغل. تمام، الغلاف كويس. الباهر كونكت ون، الفونت تمام، الخط واضح. ما بدأناش على طول، في let's remember الأول، هنا في contents المحتويات، بعد كده عندي let's remember. يلا بينا نفتكر. هناخد الالفابتس، حروف الهجاء بطريقة كتابة الحرف. تمام، رسمة الحرف على الثلاث سطور بتوعنا. طيب، وكل حرف بالمدلول بتاعه: A apple، B book، C cat. تمام، فعندنا حروف الهجاء هنا. طيب، بعد كده عندنا numbers الأرقام. تفضل النمبر، اعمل tracing واحد one، واعمل trace على الكلمة one. تمام، في activities هنا، أنشطة على الكلام ده. بعد كده تعالى نقابل أصحابنا، شخصيات الكتاب، إني وهنا ويوسف وأميرة ومس منى بيزي بي. وبعدين يلا نبدأ في يونت 1، في الوحدة الأولى. طيب، قبل اليونت، خلي بالك اليونت هنا 3 lessons، 3 دروس. كل درس أنا عاوز أشوف حاجة الأول، انا ببص على الختم ده الاول، انا ببص على الشعار ده الاول، بتصريح وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم. طبعا لما تشوف الشعار ده على كتاب فاطمن، تمام، اطمن ان انت بتتعامل مع حاجة ثقة، ومع حاجة الوزارة مصرحة بيها، يعني حاجة متراجعة عند الوزارة، وحاجة يعني ما تستهونش باسئلة فيها. تمام، معلومة فيها، الحاجات دي معرضة جدا هي تجي لك في الامتحان، فخد الموضوع ثقة. بس اول ما تشوف تحت تصريح واشراف وزارة التربية والتعليم. طيب، هنبص ليه يونت 1 الوحدة الاولى. قالك الوحدة هنا 3 lessons، 3 دروس. ايه الobjectives هنا للليسن 1؟ الاهداف بتاعت الدرس الاول، بتاعت الدرس الثاني، بتاعت الدرس الثالث، هتفيد جدا اساتذتنا المدرسين في تحضير الدرس. طيب، الجمال كله انا بحب كده قوي والله العظيم، بحب الكلمه بالصوره، الماب الجميله كده بالرسومات الجميله، شكرا. تمام، وتحت برضو عندنا دليل ولي الامر، اللي هو الصفحه دي انا كبيرنت هتعامل مع ابني ازاي فيها. help your child greet others، ساعد طفلك انه يحيي الاخرين. هلو، يلا قول هلو، قول هلو لاخوك كده، قول هلو لبابي، قول هلو لمامي، وهكذا. جود باي، طب يلا اعمل نفسك ماشي كده، قول لنا ايه، هتقول لنا جود باي. طيب، عرف نفسك، هتقول لنا ايه، هتقول ايم. طيب، تعالى كده نسلم، نتصافح، شيك هاندز. تمام، رسومات واضحه وحلوه، الخط واضح، جميل جدا. عرض الدرس، المحادثه اللي في الدرس. اوكي، في على فكره في تطور في الورق، في تطور في الورقه، هنشوف الكلام ده. وفي انا ملاحظ، بس احنا يعني ايه، احنا لما نبص برضو على كل الكتب، لان انا ملاحظ ان الطباعة نفسها بقت اوضح. انا واحد من الناس، انا يعني السنة اللي فاتت انا استخدمت الباهر خصوصا في بلس، كنت بعتمد بشكل كبير جدا على الباهر، هو كتاب جميل جدا.
فكنت باخد من الكتاب، من صفحات الكتاب معايا في الفيديو، كانت احيانا ما بتكونش واضحه، خصوصا الازرق، اللون الازرق. لكن انا شايف في 2024 انا شايف ان الالوان بقت مشبعه اكتر وواضحه اكتر، الازرق والاسود، فالدنيا الرسومات الدنيا واضحه. بس برضو انا مش عاوز استعجل على الكلام ده، انا لسه ببص في اول كتاب، هنستنى لما نوصل للكتاب العاشر ان شاء الله. الشرح عندي لما تيجي تقدم نفسك، هلو ايم، وتقول اسمك، هلو ايم هاني، هلو ايم يوسف. لما نيجي نرد تيجي تسال الاخرين عن اسمهم، واتس يور نيم. انا تقريبا كل ريفيو بعمله بفتح على الدرس ده، فيعني كويس والله ان انا بقارن نفس الدرس في كل الكتب. طيب عندي هنا السونج، الاغنيه، وطبعا تحت زي ما قلنا دليل ولي الامر. وعندي هنا بحب قوي 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 انك تكتب في الكتاب، تمام؟ اكتب وانت بتاخد الكلمه هتحفظ، هتضطر انك تكتب، لان لو سابك كده وقال لك هات كراسه او هات، انت ممكن ما تكتبش اصلا. فلا، اكتب في الكتاب هنا الكلمات. اوكي، جود باي جايب لك بعدها علامه تعجب. كنت بعمل ريفيو قبل كده جود باي الجي كابيتال، فانا كنت محتار هي كلمه ولا هي جمله ولا ايه بالظبط. علامه تعجب، فهو بيقول لك لا انا بتعامل على انها جمله، فبادئ بكابيتال ليتر. فعندي هنا احنا هنكتب طبعا، وطبعا كل كلمه بالصوره، يعني انت ما تلجأش للعربي خالص، مفيش عربي هنا، تمام؟ شيك هاندز، وطحينا هلو، علشان برضو الناس اللي ما بتحبش تستخدم اللغه العربيه خالص. هنيجي للتمارين، الكتاب طبعا معروف بتمارينه القويه، كتاب الباهر كويس جدا في التمارين. فعندي هنا تمارين، خلي بالك احنا بنتكلم طفل سنه اولى. 8 بقى التمارين اللي هو جايبها له، جايب له مثلا لوك اند نمبر، جايب له listen and circle، اسمع كده واعمل circle، وجايب له unscramble، ترتب الحروف، وهنا listen and tick، وهنا اكتب الحرف الناقص، وهنا بص كده على الكلمة، بص على الصورة وشوف ايه الكلمة المناسبة، وهنا copy، اعمل الايه الخط، سؤال الخط، مش tracing، لا copy. بعد كده درس الفونكس، الصوتيات، الرسومات الجميلة الواضحة، الالوان الجميلة، حرف البي الكابيتال والبي سمول، نكتب الكابيتال ونكتب السمول، والكلمات اللي بحرف البي. عندي بعد كده التمارين طبعا لوك اند نمبر، لسن اند سيركل، الانسكرامبل. طيب بص كده، ده هنا ايه لسن اند سيركل ذا فيرست ليتر، شوف ده كده اتوبيس، بس هنعمل سيركل على السي ولا البي ولا الاي، تمام؟ لوك اند تيك، واكتب الحرف الناقص، وبعد كده الكابي. طيب بعد كده عندنا اللسن 3 اللي هو اللايف سكيلز، تمام؟ كل حاجة مدعمة بالصور، وصور واضحة وصور جميلة جدا. السونج هنا الأغنية، واعمل تريسنج واكتب اكتيفيتيز هنا، الأنشطة، أنشطة حلوة. الكتاب بقى فيه اختلاف كبير والله، لا فيه اختلاف فعلا، أشهد إن فيه اختلاف كبير في الباهر للأفضل طبعا. مريح، الكتابة كبيرة، الرسومات واضحة، الطباعة واضحة. شكرا. ريفيو على اليونت، بعد ما اليونت خلصت ريفيو على اليونت، هنا مراجعة على اليونت، وبعد كده في ديكتيشن، الإملاء بقى، تسميع الكلمات بتاعت اليونت، الأكتيفيتيز هنا، الأنشطة. أوكي، تمارين هنا وهنا. أنا بدور على ده، بدور على السؤال ده، على read and order. والله من أول ما فتح الكتاب وأنا عمال أدور عليه، وأقول طب استنى بس ما تتكلمش دلوقتي، يمكن يقابلك. وفعلا شكرا، أنا بحب السؤال ده قوي على طلبة سنة أولى، بحبه من أول سنة أولى، إن هو يتدرب على سؤال رتب الجملة، لأن ده مفتاح بعد كده كون جملة. أوكي، وبعد كده طبعا look read and choose، وهنا copy the following sentence، ده connect one. طيب أنا مش عايزين نضيع وقتكم، برغم إن أنا ممكن أسرح مع الكتاب عادي. طيب عندي هنا الملحق اللي جاي، الملحق نفسه حلو يعني، كويس، مليان شويه. بص كده هنا الفاينل ريفيجن، الملحق المراجعه النهائيه، بيراجع على الضمائر بالرسومات، اي يو هي، رسومات واضحه برضو، تمام. تمارين على الضمائر، البيرسونال برونونز، تمارين تاني تالت، verb to be، تأسيس جرامر، ده 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 لوحده ده ممكن ناخده في كورس جرامر، ده اللي هو المستوى الأول. verb to be، والله بجد verb to be، زي نسأل بقى verb to be نستخدمه في سؤال بهل إن أنا أبدأ بإز وآر في الأول، وتمارين على verb to be. بعد كده تعالى نتكلم على أو أن، وتمارين على أو أن، تعالى نتكلم على قاعدة البلورال، جمع. الكتاب حلو جدا،
والله لا فاجئني، كتاب الباهر حلو 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 جدا. طيب تعالى نبص لسنة تانية، كونكت تو الكتاب ومع الملحق. تمام، ده حجم الكتاب. تفتح تلاقي بقى الكونتنتس المحتويات، وبعد كده مراجعة على سنة أولى. أنا شايف الطباعة بنفس القوة، نفس الألوان كده واضحة. أوكي، كل كلمة برسمتها. طيب let's remember، برضو احنا لسه في تذكر مراجعة وبعد كده تمارين. تعالى كده نعمل تمارين على اللي فات، وده كله بعد كده نبدأ في يونت 1 في الوحدة الأولى meet my family. برضو كل أهداف الإيه، أهداف دروس الوحدة نفس النظام. تمام، المحادثة نفس النظام اللي فات بتاع سنة أولى. اوكي، عرض ايه اللي موجود او ايه النوتس اللي موجوده في الدرس. هنتكلم على this is و this are وتمارين هنا والنص بتاع الدرس، الدرس الاول. اوكي، الكلمات، التمارين. تمام، بعد كده عندك هنا بقى في الايه، في الجريتينجز، التحيه، انك تقول جود مورنينج، جود افترنون، جود ايفنينج، جود نايت. وكمان ساينس، العلوم اللي هو بقى الشمس تشرق في الصباح. الدرس ده بتاع the sun comes up in the morning، the sun goes down، الشمس تغرب in the evening في المساء. فبدا يعرض لك بقى مورنينج وافترنون وايفنينج ونايت وسن وجو داون وكم اب ومون وسكاي. وبدا يديني الدرس التحيه والاغنيه هنا. اوكي، واداني الايه، اجزاء اليوم، الدرس بتاع اجزاء اليوم. وادي التمارين على الدرس، تمارين كويسه. تمارين هنا لوك ان نمبر، لوك ان سيركل، بعد كده تك، اعمل صح على الكلمه الصحيحه. لوك ان كومبليت، كمل الحروف. طيب اعمل ان سكرامبل، رتب الحروف. وهنا اللي يعني في في يعني ايه، اتقل شويه من سنه اولى في التمارين. اوكي، حط الكلمه الناقصه، يلا تشوز، وبعد كده رتب الجمله كويس جدا، وبعد كده الكوبي. نبدا بقى ليسن 3، الدرس الثالث، وتمارين على الدرس الثالث. الدرس الرابع الصوتيات، عرض الصوتيات، وبعد كده تمارين على درس الصوتيات، وريفيو على اليونت، مراجعه على الوحده، وامتحان على الوحده الاولى. لوك ان نمبر، تك، لوك ان سيركل، اكتب الحرف الناقص، اون سكرامبل، واعمل صح على الكلمه الصحيحه، ورتب الجمله، وشيل من هنا بقى واملى الفراغات، وسؤال الكوبي، وبعد كده ادخل على يونت 2. طيب الملحق بتاع كونكت 2 بيتكلم على دمج الحروف الساكنه، صوتيات السي ال، الكلام اللي كنا بنقوله في كورس اوكسفورد، جي ار جر اف ار فر دي ار، الحروف الساكنه مع بعض، حرفين ساكنين مع بعض. والدايجراف ساوندز، لما حرفين يتحدوا مع بعض فيكونوا صوت جديد. اوكي، التي اتش يدي صوت س، السي اتش يدي صوت ش، البي اتش يدي صوت ف. فده كورس صوتيات مع جرامر، مع يعني تلاقي هنا صوتيات، بعد كده تدخل في المفرد والجمع، تدخل في الجرامر، فونكس، يعني ما شاء الله حاجه جميله جدا. وطبعا الكلام ده على اليونتس، على الوحدات، مراجعه على الوحدات. كل وحده بيعرض لك اهم الكلمات اللي كانت فيها والجمل اللي كانت فيها، ويديك تمارين تانيه على الوحده، حاجه جميله جدا. ويخلص بقى يديك انشطه عامه ورا، او امتحانات عامه ورا في اخر الملحق. طيب نبص على كونكت 3، احنا مش عاوزين الفيديو يطول مننا. كونكت 3 احنا عايزين نكون اسرع شويه. تمام، احنا خلاص عرفنا اسلوب الكتاب، مراجعه على برايمري 2، مراجعه على سنه ثانيه، مصوره جميله جدا، الالوان تمام، لسه محافظ على قوه الالوان والطباعه الجميله الواضحه. طيب ندخل على ليتس ريمبر، برضه احنا لسه فيها، تذكر ده كله، افتكر اللي فات. وبعد كده يدخل على يونت 1، العرض اللي بنتكلم عليه المصور. اوكي، عرض الدرس، المحادثه بتاعت درس الاول في سنه ثالثه، اللي هي هاو دو يو فيل، اي فيل هابي والكلام ده، واي فيل هانجري واي فيل ثيرستي. تمام،
وبدأ يشرح الدرس. لما اجي اسأل واحد حاسس بيه اقول له ايه، طيب انا اشعر اقول I feel، how do you feel، I feel tired، how do you feel، I feel hungry، وهكذا. اداني ملحوظة تحت علامة التعجب تستخدمها لما تيجي تتكلم بمشاعر قوية، song الاغنية هنا. وبعد كده في نص تاني اللي هو نص listening كان موجود في الدرس، فبدأ ان هو يجيب لي النص ده ونص reading هنا، عرض الكلمات دلوقتي. وبعد كده دخل في التمارين. تمام، تمارين هنا local number، اكتب الحرف الناقص، اعمل unscramble، يلا تك هنا صح على الكلمة الصحيحة، وهنا تك على الجملة الصحيحة، وبعد كده فضل شيل كده من الكلمات هنا واملأ المحادثة ورتب واعمل copy. تمام، هنلاقي listen 2 listen 3 برضو في بنفشان علامات ترقيم يشرحها. تمام، جزء الماث هنا والشرح. بعد كده خلصنا اليونت، يبقى الديكتيشن تسميع على كلمات الوحدة، وبعد كده امتحان على الوحدة في قطعة، أمور بتتطور في قطعة، أسئلة على القطعة. تمام جدا، حلو. وفي بنكتويشن في علامات ترقيم في سنة تالتة، وطبعا ترتيب الجملة لازم يكون معايا أساسي، معايا ملحق سنة تالتة هنا. تمام، ملحق سنة تالتة بادئ ب أدوات الاستفهام إيه هي، وتمارين على أدوات الاستفهام how، how tall، how long، how many، وverb to have بيشرحه، والمضارع المستمر بيشرحه. تمام، حاجات كده في الأول مقدمة، وبعد كده طبعا أكيد هيدخل على اليونت على موضوع الوحدات أو يونت 2 الوحدة التانية مثلا، قبلها يونت 1 أهم الكلمات اللي في يونت 2، الجمل اللي في يونت 2، تمارين على يونت 2. تمام، نوع التمارين، قطعة، ترتيب، فكتويشن، تشوز، وبعد كده يونت 3. تمام، طيب نبص بقى ليه كونكت 4 بجد لما بيبدأ. اوكي، كونكت 4 سنة رابعة هنبدأ. عندي هنا بقى خريطة المنهج، طبعا جماعة المدرسين فاهمين قوي قوي خريطة المنهج اللي بتكون في أول دفتر التحضير، المحتويات هنا وخريطة المنهج لسنة رابعة، اللي هي بتقولك ايه اللي مطلوب منك، ايه الخلاصة بتاعة المنهج، ايه الزتونة بتاعة المنهج بتاعة الوحدات كلها، يونت 1 ايه الكلمات المهمة والجرامر المهم والريدنج اللي فيها والرايتنج اللي فيها والسبيكنج والليسننج والفونكس واللايف سكيلز، كل حاجة هو يعني مفسرها قوي هنا في خريطة المنهج دي. وخريطة المنهج يعني ما اعرفش ما شفتهاش في كتب تانية، ف يعني ممكن تكون موجودة وانا ما خدتش بالي منها. طيب، في بقى مراجعة على primary 3 سنة ثالثة، let's remember ده في كتاب سنة رابعة. تمام، علامات الترقيم والكلام ده. طيب يونت 1 الوحدة الأولى في سنة رابعة I feel good، واضح ان الأمور متبسطة، يعني كتاب رابعة برضو كتاب كده يعني دمه خفيف خالص، ظريف جدا. عرض الكلمات حلو والله جدا برضو، والصور موجودة في سنة رابعة حلو جدا. بعد كده الجداول بدأت، هو من أول رابعة بتبدأ في الكتب بقى تبدأ تظهر موضوع الجداول بشكل كبير، يعني اللي هو الكلمات الأساسية مصورة والكلمات اللي بعد كده بالجداول. طيب تمام، expressions، عرض الدرس، okay، اللي هي المحادثة اللي كانت موجودة. طيب في activities بعد كده، في تمارين هنا على listen 1. التمارين عبارة عن listening لأن هو عليه listening. تمام، هتبدأ بقى التمارين المطابقة لامتحانات سنة رابعة، الامتحانات اللي وزارة حطها listening هنا. وبعد كده طيب اتفضل برضو read complete the dialogue، كمل المحادثة، read and match، okay. بعد كده reorder وعلامات الترقيم punctuation. listen to بدأ يعرض الكلمات، اوكي، ايه الحاجات الهيلثي والان هيلثي، الافعال، الاكسبريشنز الموجوده، وبدا يعرض الدرس وترجمته. وطبعا ما ننساش ان في الفوتر موجود اللي هي الايه تيبس للبيرنت. وبعد كده الجرامر كان اند وبات، ايه اند وايه بات، نستخدمها امتى وامثله عليها. وتمارين على ليسن 2. طيب ليسن 3 دنيا بسيطه جدا جدا جدا، يعني سنه رابعه الامور اللي هي دي الستوري الجديده اللي هي دي امتي بوت، الاناء او القصيص الفارغ، درس جديد اضافوه في سنه رابعه هو ده. تمام، وكان معايا جزء خاص بالبرونانسيشن صغير كده، وجزء بالماث. في تبسيط، انا شايف تبسيط كبير قوي 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 للمنهج، يعني منهج رابعه اعتقد التيتشرز لو مشوا
بالحاجة المبسطة كده يعني. الدرس ده والله أنا شرحته، درس التالت في سنة رابعة، أنا شرحته في فيديو كان مقارب على 50 دقيقة، لكن هنا الدنيا بسيطة، ستوري هنقراها وبعد كده جزء الماث وجزء الصوتيات، والدنيا بسيطة جدا يعني، حاجة مبسطة جدا يعني. تيتشر مثلا هياخد منه، هي حصة، هو درس حصة، كلمات، هي دي كلمات الدرس صغيرة كده، وده دي القصة، وده جزء الصوتيات، الجزء ده اللي هي البادئة ري، تمام، البريفكس ري، وجزء الماث اوكي اللي هو الاسندنج اوردر، الترتيب التصاعدي، والتمارين بس، تمام. طيب ده بالنسبة درس دمياط هنا اوكي وتمارينه. طيب خلصت، نعمل ريفيو على يونت 1، مراجعة على يونت 1، اهم الحاجات اللي كانت موجودة في اليونت. الباراجراف بقى اللي كان موجود في اليونت، يونت 1 نطلع منها 3 باراجرافز، لان هو عليه بقى دلوقتي سؤال باراجراف، تمام. طلعنا 3 باراجرافز، ديكتيشن على اليونت هنا، وهنا امتحان على يونت 1، سؤال listening، سؤال choose، سؤال البوكس، matching، القطعة اوكي، الترتيب، punctuation، والparagraph اوكي، تمام. ده بالنسبة لغاية دلوقتي ل connect 4، ومعانا برضو ملحق برضو جاي ل connect 4، تمام، الروابط اند وبط اللي كانت جرامر يونت 1 وتمارين على الكلام ده. مش عاوزين نطور بقى، الموضوع كتير وسع قوي مننا. كونكت 5 عندي، طبعا كونكت 6 لسه ما نزلش. كونكت 5 خريطه منهج، نمشي اسرع شويه بقى، تمام. ليتس ريمبر، نفتكر اللي فات اوكي، نصائح لما نيجي نكتب باراجراف، تمام. لسن 1، الدرس الاول في يونت 1، عرض الكلمات مصوره، دنيا واضحه جميله جدا، النص المحادثه وشرح الجرامر اللي موجود او الفانكشنز اللي موجوده في الدرس، والتمارين على الكلام ده اوكي. طيب ومعانا طبعا الملحق هيكون اعتقد ان هو نفس القصه. تعال نبص على كتب بلس كده. وفي المقبل انا راضي جدا عن الكتاب، يعني كتاب كويس جدا. طيب بالنسبه لي بلس، عندي كونكت 1 بلس، ترجع بقى الامور الايه، الصفحه اللي هتكون منسقه اكتر بقى، الدنيا ترجع بقى هنا ايه، نرجع تاني لسنه اولى، سنه اولى فتكون الدنيا بسيطه كده شويه. اوبجكتيفز هنا، الاهداف لدروس كل يونت، وهنا ده الايه، الامور المصوره، الكلام الجميل كده، التحيه، تمام. كونكت بلس 1 هو شبيه قوي بكونكت 1 العادي، يعني في دروس متشابهه بشكل كبير، والتمارين هنا في طبعا ترتيب، في توصيل، في الكوبي، في ماتشنج، في تك لوك ريد اند تك، بص كده واعمل علامه صح على الجمله الصحيحه. جاي ملحق، كل كتاب جاي معاه ملحق، تمام، تمارين اكتر وشرح جرامر اكتر وتوسع اكتر، وحاجات يعني عامه، حاجات خاصه بالتاسيس، عجبني قوي ملحق برضو الباهر، تمام. كونكت بلس 2 موجود معنا هنا، برضو خريطه للمنهج هنا، تمام. وليتس ريمبر، تعالى نفتكر اللي فات وبعد كده ندخل فيه وتمارين، وبعد كده ندخل في يونت 1، عرض الايه، الكلمات هنا. واحنا مش تايهين بقى على بلس، لان احنا اشتغلنا قبل كده بلس من الباهر، فانا حافظ جدا بلس من الباهر، وكان يعني بعد تداول كبير طبعا كنا اخترنا بلس الباهر ان احنا نشرح منه. فده بالنسبه لكونكت بلس زي ما احنا شرحنا منها قبل كده. ده كونكت بلس 5 برضو، ده انا ما شرحتش منه الصراحه، كونكت بلس 5 انا حابب ان انا ابص عليه برضو بسرعه كده مع حضراتكم. انا بحاول ان انا يعني اتكلم بسرعه واخلص بسرعه علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده. كونكت بلس 5 في ليتس ريمبر، نتذكر، ليتس ريمبر،
جرامر مثلا past simple plural الجمع تمهيد للمنهج. يونت 1 الوحدة الأولى اللي هي life in my world الحياة في عالمي. ففي هنا طبعا درس الإيكوسيستمز الأنظمة البيئية. عرض الكلمات المهمة مصورة وبعد كده باقي الكلمات هنا بالجدول والأفعال والنص وترجمته. اوكي النص والترجمة وادي تمارين الدرس. اوكي وبالنسبة لدرس الجرامر فادي الجرامر موجودة اهوت بنعرض الجرامر وتمارين درس الجرامر. اوكي وادي هنا الدرس الثالث مصور بالكلمات. تمام في بقى في جرامر هيتشرح فمطلع الجرامر هنا وشرحه parts of speech والتمارين. اوكي طيب في المجمل شكرا كتاب الباهر الصراحه شكرا جدا 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 كتاب الباهر والله عمل فوق الممتاز واسم غني عن التعريف والجميل اللي هو السعر الحنين لكتاب الباهر فجزاهم الله كل خير تمارين جميلة في تطور في وضوح عن السنة اللي فاتت خصوصا في الطباعة شكرا جدا خامة الورق كمان أفضل شكرا كتاب الباهر مزيد من التفوق إن شاء الله ومن تقدم لتقدم شكرا لحضراتكم الاستماع اتمنى ان اكون قدرت ان انا الخص لحضراتكم الصوره كامله وبكده قدرنا ان احنا نتعرف على مجموعه كتب كثيره جدا ولكم حريه الاختيار ثانك يو فور واتشينج شكرا للمشاهده ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.